هذه مهدية لكل الأحباب اللي يحبونا، نقول لهم كتبنا على الزين وكتبنا على الشين وكتبنا على الأحداث اليومية وكتبنا على الوطن وكتبنا على الأحباب واللي ماتوا واللي حيين. وهذه المرة جيتكم قصيدة بعنوان الشيطان. كنهدي هذا القصيدة لكل المخلصين والناس اللي قلبهم كحلا خاطي ما يسالوش او الله يهديهم، ونقول ما للشيطان لعب بنادم وللهوية جر وما جاب اخبار. بعيني شفت الشيطان هو يتكلم وداير بلاصتو في وسط الدوار، وبين هذاك وذاك يلاقي ويقسم ويبغي ناس الشر ويبعد الأحرار، ونعطي أوصاف إبليس وزمم. أصحابه معروفين في وسط النار، إبليس الناعل يعرف ما يخدم ويقصد ناس الخير ويعرف ما صار. إبليس الناعل يعرف ما يخدم يقصد ناس الخير ويعرف ما صار، يخوض ويصفي والله ما يحشم وعمر سجون وخلا كذا منظار. الزوج والزوجة عمدوا فرقهم وشردوا ولادهم عاشوا الأمرار، وضحك على البنات ولعب وشمتهم ولبسهم الفلاس يبلس الغدار. وما للشيطان لعب بنادم وللهوية جار وما جاب اخبار. وضحك على البنات لعب وشمتهم ولبسهم الفلاس يبلس الغدار. يحب الكفر ويكره المسلم وحالف الغزال يردها حمار. بين الخو والخو يحاول يتهجم، والله لا صح نحكي لك ما صار. يحضر في ميعاد بوجهه ما يحشم بين الراجل والمرأة قوة الخبار. نعلو تتهنى واسمع يا فاهم، ويبلس الناعيل راه خلا دوار. يا ربي يا خالقي بنا ترحم واحفظ عبدك يا الله وانت غفار. ولعب الشباب فشلهم العظم، ولعب على الشباب فشلوا العظم وفلس رجال رجعوا للتخمار. وما للشيطان لعب بنادم وللهاوية جر وما جاب اخبار. وبعيني الشيطان شفتو يتكلم وداير بلاصتو في وسط الدوار. هذه في خاطر الناس المعقولين وفي خاطر الحباب. وعمر الشيطان ما يتفرها، والله يهدي ما خلق.